يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هل ذوي الأرحام من الأعمام، يقول والأعمام والأخوال وبقية الأقارب، هم من الأهل الذين أمرنا الله بوقايتهم من النار؟ كل المسلمين أمرنا الله بوقايتهم من النار، ولكن نبدأ بالأقرب فالأقرب، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأنفسكم وأهليكم، يبدأ بالأقرب فالأقرب، لا يروح للأبعد ويترك الأقارب، يبدأ بالأقربين أول شيء. يا معشر قريش، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، يا عباس ابن عبد المطلب عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، فبدأ بالأقرب فالأقرب عليه الصلاة والسلام، فيبدأ بالأقرب فالأقرب. أما أنك تروح للبعيدين وتخلي أقاربك فهذا غلط، غلط كبير. ولا يطيعونك الناس، لا شهوة مضيعين أقارب، قالوا لو في خير ما خلى عياله وأهل بيته ويروح للأبعدين يدعوهم. نعم، في ناس الآن يذهبون إلى الخارج وإلى الدول يدعون إلى الله، هذا طيب، لكن بلادهم بحاجة إليهم ولا يلتفتون إليها، فيها الشرك، فيها الشرك الأكبر بعبادة القبور، فيها التصوف والضلال، ولا يعالجون هذا في بلدهم أولا ثم يظهرون للخارج. نعم.